sentir Seré la cobrima اذكر رب انفس عبيدك الذين رقدوا ابائنا واخواتنا يا رب تفضل ربنا انفسهم جميعا فحدنا بين القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب وعلهم في موضع قدرتنا على ماء الراحه في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من الحزن والكاب والتنهد بنور قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كما وعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات معيدك ولم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلبي بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغربها ومن الشمال إلى اليمين كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس أحد طاهرا من دنس وإن كانت حياته يوما واحدا على الأرض فأما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات أما نحن فهب لنا كمان المسيح الذي يرضيك أمامك وأعطهم إيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسك يا رب ارحم فنسبح مع الملائكة قائلين مجد الله في العالم السلام الناس المصدر نسبحك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عزم مجدك أيها رب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الذي هو الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس أيها رب الإله حمل الله ابن الآب رافع خطيئة العالم ارحمنا يا حامل خطيئة العالم اثبتنا إليك أيها الجالس على يمين أبيك ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد لله الآب أمين وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس الأبد الأبدين أمين منذ الليل روح تبكر إليك يا إلهي لأن أوامرك يا نور على الأرض كنت أتلو في طرق كلامك صرت لي معينا لكن يا رب تسمع صوتي وغداء أختم أمام قرآنك قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الأموات وصعد السماوات ارحمنا المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ذات الروح كل أمين أيها الثالث القدوس ارحمنا أيها الثالث القدوس ارحمنا أيها الثالث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتح قدمات شعبك اشفيه من اسمك القدوس اباءنا وقدنا الذين رقدوا يا رب نفوسهم يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا يا الذي بلا خطيئة رب اعنا اقبل تلباتنا اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين
ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كافة نعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. السلام عليك نسيب القدس بسمت العذراء كل حين وادي الى ام المسيح يسري صلاتنا ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. سلام التي ولدت لنا النور حقيقة المسيح لنا العذراء القديسة، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. حياة العذراء مريم وادي الى القديسة الشفاء على من نجس البشرية اشفع فينا ما المسيح الذي ولدت لك نعم لنا بغفران خطايانا. شيريني اوتي بارثينوس ثيورو امي انا ليثني شر ابشوشو انت من جنو صاريك فنان ان امانويل نسالك ان تذكرين ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. مبارك انت يا مريم الحكيمة العفيفة القبة الثانية الكنز الروحي. واليوم من نقية التي نادت في ارضنا واينعت لنا ثمرات الروح. الروح المعز الذي استقر على ابنك في مياه الاردن كمثال نوح. لان تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر. وانت ايضا يا رجانا اليمام العقلية اتيتي لنا بالرحمة وحملته في بطنك. يسوع المسيح المولود من الاب ولد لنا منك وحرر جنسنا. فلنقول هذا من قلبنا اولا وبعد ذلك بلساننا ايضا صارخين قائلين. يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا. سلام لك يا ايتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانويل. ان سالك ان تذكرين ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. سبع رؤساء ملائكه وقوف يسبحون امام الضابط الكل يخدمون السر الخفي. ميخائيل هو الاول، غبريل هو الثاني، رافائيل هو الثالث كمثال الثالوث. سوريال صداقيال صراطيال وانانيال هؤلاء المنيرون العظماء الاطهار يطلبون منه عن الخالقه. الشاروبيم والسيروفيم الكراسي الارباب والقوه الاربع حيوانات غير متجسدين الحامل مركبه الله. 24 قسيسا في كنيسات الابقار يسبحون بلا فتور صارخين قائلين. قدوس الله المرضى اشفيهم، قدوس القوي الرقدين يا ربي نيحهم. قدوس الذي لا يموت يا ربي بارك ميراثك ولتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك. قدوس 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 رب السماوات السماء والارض مملوءة من مجدك وكرامتك. كما قالوا هللويا يتبعهم السمائيون قائلين قدوس امين هللويا المجد هو لإلهنا. اشفعوا فينا ايها العساكر الملائكية والطغمات السمائية ليغفر لنا خطايانا. كيريوس اسوس بخريستوس ابسط بنف ابوستولوس ايتي بيتروس نمان ادرياس يوانس نم ياكوبوس. وفي لبس ومتى وبرسلما وسواتوما ويعقوب ابن حلفا وسمعان القناوي. هداوس نم ماتسياس بابلوس نم ماركوس نم لوكاس نم سبينتيني ماثيتي سيطو موشين سبين صوتي. ماتياس الذي صار عوضا عن يهوذا وبقية التلاميذ الذين تابعوا السيد. ابو اخروش نافي بولي جينب هو مبقاهي تيرف هو نوساجي افو شفريك سنتي كوميني. اطلب من الرب عنا يا سادات الاباء الرسل والاثنين والسبعون تلميذا ليغفر لنا خطايانا. ابو ماركوس بي ابوستولوس هو بي ايفانجيليستيس بي مثريخاني ام كافنتي بي مونوجينيس النوتي. اتيت وانرت لنا بانجيلك وعلمتنا الاب والابن والروح القدس. You brought us out of darkness into the true light, feeding us the bread of life.
that came down from heaven. وباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت إلى أقطار المسكونات. شيرين أقوبي مارتيروس شيري بكشبي إفانجيليستيس شيري بي أبوستولوس فماركوس بي ثيوريموس. طلب من الرب عنا يا نظر إلى الإنجيل ماري مرقس الرسول يغفر لنا خطيئنا. شيرين أنت بن تشويسوس بخريستوس بيتو وبستيفانوس اتيبي فوهم بيبي اكلوم. اطلب من الرب عنا رئيس الشمس المبارك الشهيد استيفانوس ليغفر لنا خطيئنا. شيرين اكوبي مارتيروس شيري بتشوي جنجنيوس شيري بي اصلو فوروس بتشوي سبورو جيورجيوس. اطلب من الرب عنا ايها الشهيد المجاهد سيد الملك مرجيريس ليغفر لنا خطيئنا. شيرين اكوبي مارتيروس شيري بتشوي جنجنيوس شيري بي اصلو فوروس فيلو باتر ميركوريوس. اطلب من الرب عنا ايها الشهيد المجاهد محب الاب مركوريوس ليغفر لنا خطيئنا. شيرين اكوبي مارتيروس شيري بتشوي جنجنيوس شيري بي اصلو فوروس بي اجيوس ابا مينا. اطلب من الرب عنا ايها الشهيد المجاهد القديس ابا مينا ليغفر لنا خطيئنا. شوبين ثوريس اومسيغون خانيمايتي تشوس كاركين خيتوت انشوتن ترنتي ثوتوكوس توين بارسينوس انسيون في. اسال الذي ولدتي مخلص الصالحان يرفع عنا ذي الأتعاب ويقرر لنا سلامه. شيريني أوتي بارثينوس تيورو من أليثيني شيرب شوشون تيبن كنو سريك فونان نمانو. نسألك أن تسكنين يتو الشفيع المتمنى أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيانا. نشيس نعظمك ومنور حقيقي ونمجدك ذو الأبراء القديسة والة الله لأنك ولدت لنا نخلص العالم وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسولك لي شهادات الاستقيم تبعد الكنائس وفرع القطايع نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد نزل له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خلق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد الواد صبوتي تألم وقبر وقام بين الاموات اليوم الثالث كان في الكتب صعد الى السماوات جلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجيئه يدي الاحياء والاموات الذي ليس الملك انقضاء نعم الروح القدس الرب المحيي المبثق من الاب نزل له ومجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا إن غوشتفون خائتين تياناستاسيس إن تنيرف موت نمبيون إن تبيهون إثنيو آمين. God have mercy upon us, still thy mercy upon us, have compassion upon us. Amen. Hear us. Amen. Bless us, guard us, help us. Away thine anger from us, visit us with thy salvation, and forgive us our sins. Me, Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Shrile phlogiston, irini passi. O Master Lord Jesus Christ, our God, who sent us into all the disciples and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May you be worthy to hear and to act according to thine holy gospels.
through the prayers of the saints. Lord have mercy. اذكرنا يا سيدنا كل الذين امرنا نذكرهم في طلباتنا وتضرعاتنا التي نرفع الى أيك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري متى البشير لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين من مزامير تراتيل ابينا داود نبي والملك بركاته على جميعنا امين تقلد سيفك على فخذك ايها القوي بحسنك وجمالك استله وانجح واملك كرسيك يا الله الى ظهر الدهور وقضيب الاستقامة هو قضيب ملكك هللويا مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نائين وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمي فأخذ الجميع خوف ومجد الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع الكرة المحيطة المجد لله تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد أبد أمين خيم بخريستوس يسوس بين شويس نوبيون سو كيريا إيريني باسي أبنغماتي سيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي كلمة الله الآب الذي خاطب كرة تلاميذ الذي حي الذي بقى تلاميذ وقت قال لهم غفرت لهم خطاياهم غفرت لهم أنا أمسكت ما عليهم أمسكا الآن أيضا يا سيدنا أنعمت على كل الذين في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان من قبرسك الأطهار أن يغفروا الخطايا على الأرض كل من غفرت لهم خطاياهم غفرت لهم أمسكا الآن أيضا يا سيدنا أطلب من عبيدك يا محب البشر من أجل أبي وإخوتي وضعف كلنا المنحنك برؤوسنا
ارزقنا يا رب رحمتك، قطع عنا كل ربطات خطيئة. إن كنا قد أخطأنا إليك بالعلم، بغير العلم، بجذع القلب، صغر القلب، أو بالقول أو بالفعل، أيها السيد الرب العارف بضعف البشر، كصالح ومحب للبشر، يا رب طهرنا، باركنا، حللنا، اغفر لنا خطايانا، لأن ليك كل قوة بمجد وكرامة وعزة وسجود من الآن وإلى أبد الأبد كلها، أمين. امين الليل ويا دوك ساباتريك يا اجيوب نيفماتي كاني كايك استوسيون استونيون ونار ان تنوشي بولين غوي موتي اوبن تشويس نيسوس بيخري استوز سمونا ايرن تيتفي سموني موين فيارو سموني سيتين امني سماري بك ناين امتكيريني او ان صفتن بيكلاوس So che mono una in son kirie lei son kirie no che son amini suo eroe stibetania con e volgo in pismo in be Christos ben noti amine se sciopi يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لانك انت هو الهنا الذي ينبغي لك المجد والكرامه والعزه والسجود الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها، امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات. تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا. ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد. Thank you.
Yeah.
Empanagia
Senhor, aleluia, que não brando, eu te chino, bebe, não, mas eu vou não ter um coração, coração, que irá, falou que o Senhor, não sabe, trique, que é, que é, não, vado. كنينك هي كاستوس يوم الصلاه تصبح الساعه الثالثه من النهار مبارك قدام المسيح ملكنا ولنا ارجوانا في الاختام زميل معلمنا داود انا بركاته علينا امين قدوس وصلوا من بشارة معلمنا يوحنا البشير بركات علينا امين For the Holy Spirit and the Father will send in my name he has come and he shall teach you all things and bring to remembrance all things that I have said unto you my peace I leave with you my peace I give to you not as the world gives do I give unto you let not your heart be troubled neither let it be afraid you have heard how I said unto you I go and come again unto you if you love me you would rejoice because I said I go unto my Father My Father is greater than I, and now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass, you may believe. I will not talk much with you, for the prince of this world is coming and has nothing in me. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandments, so I do. Arise, let us go from here. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes. That I may bear more fruit, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. المجد لله دائما ابدا من تنشمك بخصوص بك وتنخصص من بابن ماء صواب جياك ياك صوت يمون اي نار روح القدوس يا رب الذي عزت وقت الثالث هذا تنزل نصلك نسالك ان تقدر فيها حشينا قلبنا كان يخلق فيها الله روح من قد فيها حشا لا ترحنا من قدام القدوس لا تنزاه مني يا رب الذي عزت روح قدسك هتميز وقت الثالث هذا تنزل نصلك نسالك ان تقدر فيها حشينا ايها المسيح ابن الله الكلام روح مستقيم من وحي روح النبوه لا فرق قدس العضاء لو صرت القاد كل شيء من قدس انا اكد كل الايات العالم ارحمنا يا كلام الكلمة الحق الحامل عن قدس من أجل خلاص تفوس مبارك الرب لنا بارك الرب يوم وفي يوم نهاية ترك لنا إله خلاص إني كائن كستوسيون أستونيون آمين Who is breaking the comfort of the Spirit of Truth, who is present in all places and fills all the treasury of good things and the life giver, graciously come and dwell in us and purify us from all defilement. O good one, and save our souls. Just as you were with your disciples, O Savior, and gave them peace, graciously come also and be with us, and grant us your peace, and save us, and deliver our souls. Whenever we stand in your holy sanctuary, we are considered standing in heaven, O Mother of God Theotokos, you are the gate of heaven. Open for us the gate of mercy. الله يسخر 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 ال
السلام لك نسألك. دكتور يوسف سمون قدوس 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 فصل من بشارة معلمنا متى البشير بركات علينا أمين. ولما أبصر الجموع صعد إلى الجبل عندما جلست قدام عيني التلاميذ وفتح فأعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن ما تعزون طوبى لودعاء لنا ميراثون الأرض طوبى للجياع والعطاش لأن ما يشبعون طوبى للرحماء لأن ما يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأن ما يعنون الله طوبى لصانعي السلام لأن ما يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم استرادوكم وعريكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا تهلالا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا استردوا أنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الرأت فسفس الملح وماذا ملح لأصلح بعض الأشياء لأنه يطرح خارجنا وتوصوا الناس أنتم نور العالم يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل ولا يكدون سراجا ودعنا تحت المكيال ولا دعنا على منارة فأدي لكل من في البيت فهكذا لدو نوركم قدام الناس لكرا المجد الله دائما ابدا امين ترشمك بخريستوس بكو تناخصوص من بيب نفما اسواب جي اكي اكسوتي امون نينان يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة مرت على الصليب من الخطايا تجاسل يا ابونا انت في الفردوس مضغ سيد خطينا المسيح لنا وخلصنا صرخت الله ورب سمعني اللهم اتساقي صلاتي ولا ترفض طلباتي التفت لي واسمعني عشية باكر وقت الظهر كلامي كله فاسمع صوتي خلص نفسي بسلام. O Jesus Christ, our God, who was nailed to the cross in the hour and killed sin by the tree and by your death, you made alive to dead men, whom you created with your own hands and have died in sin, put to death our pains by your healing and life-giving passion and by nails which you were nailed. Rescue our minds from sources of the earthly deeds and worldly losses to the remembrance of your heavenly commandments according to your compassion. Amen. إِذْ لَنَا دَالَّةٌ وَلَا حُجَّةَ وَلَا مَعْذِرَةَ لَكَ بِكَفَّةِ خَطَايَانَا فَنَحْنُ بِكَ نَتَوَسَّلُ لِذُلْدَ مِنْكَ يَا وَلِيَّ الْعَذْرَاءِ لِأَنَّ كَثِيرًا شَفَاعَتُكَ مُلْهَمَةٌ مُخَلِّصُنَا أَيَّتَ الْأُمِّ الطَّارِئَةِ لَا تَرْفُضِ الْخِطَامَ مِنْ شَفَاعَتِكَ عِنْدَ الذُّلْدَ مِنْكَ لَنَا رَحْمَةٌ قَضَى عَلَى خَلَاصِنَا لأنه تألم من أجلنا كي ينقذنا فلتدركنا رفعتك قد تمسكنا جدا أن يا الله مخلصنا بأجل اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس إنيك عينك استوسيون استونيون آمين صنعت خلاصا في وسط دارتك الله يا المسيح الآن عندما وصيت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب نسجد للشخص غير الفاسد ويصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الفل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك إنك عين كستوسيون أستونيون آمين أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحقنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بك شكرا غير المات المسيح إلهنا يوم نعظمك يوم نور الحقيقة ونور الزهر القديسة إلى لك لا ترمك لسل عامة فرس موسى مجلس سيدنا ملك المسيح فرح بروسي خي شهداء تليس من سبات كنز وشان خطان از مسوك الله ورود نسل عمرو فرحم برحم بركمين بالحقية نوم بلا ين واحد الله لا يبدأ كل خلف السماء ورد ما يرى من يرى من رب الوحيد وشان المسيح من الله الحقيقة أجيبه كان كل شيء يسر لزم جاي حمد بشمر الخلاص من السماء المسلم رح قدس ومعنا أزداء وتأمل صلوب عنا لعنا بصوب ومتألم وقلوب رقم بين رمات اليوم السلس كان كتب وصانا صمات كان سمع الله ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار إلى أنت يا آمين يا ليسون كير يا ليسون يا رب Kiryalaison, Kiryalaison, Ya Rabbu Raham. Kiryalaison, Kiryalaison,
اسمعنا وارحمنا. انكريليسون يا رب ارحم. اسمعنا وارحمنا. كريليسون كريليسون يا رب ارحم. كريليسون كريليسون ارحمنا يا الله. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماوي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضحايانا والذين قدموها يا رب ارحم. هللويا فاي بيبي Father, the Pantocrator, Amen. Blessed be His only begotten Son, Jesus Christ, our Lord, Amen. Amen. Blessed be the Holy Spirit, the forever. Amen.
Praise the Lord, all you Gentiles. Laud him, all you peoples. For his mercy has been strengthened toward us, and the truth of the Lord abides forever. Amen. Alleluia. بطال كل أبو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا أنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة يرحمنا الله ويترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويحفظ لنا وعلينا حياة وقيام بين الباب المعظم الأنبا طوادروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المقرب الأنبا ماقر واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا يا رب ارحم Therefore, we ask and entreat your goodness, O lover of mankind, grant us to complete this holy day and all the day of our life in all peace with you. Fear all envy, all temptation, all work of Satan, the counsel of the weak man, and the rising up of enemies hidden and manifest. Take them away from us and from all. And from this table and from your holy place, but those things which are good and forceful and provide for us, for it is you who have given us the authority to tread on serpents and scorpions and upon all the power of the enemy. Yes, and
يا رب خدام هذا اليوم أباء القمامسة الخصوص شمامسة الإكليروس كل الشعب وضعفي يكونوا محلين فم الثالوث قدوس فم الكنيسة الواحد الوحيد مقدس الجامعة الرسولية أفواه الإثنى عشر رسول فم ناصر الله ماري مرقس طاهر رشيد بطل القديس ساويرس ومعلمنا دسكول القديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس كيريلوس قديس باسيليوس قديس أوروريس وأسر أسماء وسماء تحجر سكتام ومنك 150 مدينة قسطنطينية والمائتين فم أبين بطريرك البابا أنبا تودروس الثاني فم حقارتي لأنهم بارك مزبوط الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان دهر دور أمين Empeniote taiote naareshi erese baba avata vadoros nembeniote ne beskobos avamaka Oh,
Philip Angelisi Marcos Diakos Kolos Evchoy Sarewan Nancy Volentin Novi Oh,
يسوع المسيح الرسول المدعو المفرز لبشرى الله بصمة شهر معلم بولس الرسول أنت مساوس بركات تكون معنا أمين. فاشترك أنت في احتمال الألام كان جندي صالح من المسيح يسوع، لأنه ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال هذه الحياة لكي يرضي من جنده. أما إذا مضى أحد إلى موضع الجهاد فلن ينال إكليل إن لم يكن يجاهد قانونيا، ولا بد للفلاح الذي يتعب أن ينال أولا من الثمار. افهم ما أقوله، فليعطيك الرب علما في كل شيء. أذكر يسوع المسيح الذي قام من بين الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي أنا أحتمل فيه المشقات حتى القيود كفاعل شر، ولكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي ينال الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي. صادقة هي الكلمة، إنه إن كنا متنا معه فسنحيا أيضا معه، وإن كنا نصبر سنملك أيضا معه، وإن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، وإن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لأنه لا يقدر أن ينكر نفسه. ذكرهم بهذه الأمور شاهدا قدام الله أن لا يتخاصموا في الكلمة على شيء لا فائدة فيه لهدم السامعين. اجتهد أن تقيم نفسك مختارا لله، عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق باستقامة. من الله يطحن روحنا بي أخوتي أمين. Catholic Epistle from the first epistle of our teacher, St. Peter. May his holy blessings be with us all. Amen. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another. Love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. For he who would love his life, love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil, and who harm if you become followers of what is good. But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. And do not be afraid of their threats, nor be troubled. But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you for a reason, hope that is in you, with meekness and fear. Do not love the world, nor the things which are in the world. The world is passing away in its lust. He who does the will of God abides forever and ever. Amen. Yeah.
بماء توهب جعتيك صوتي امون نايلا الابراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وتشاور الجند كي يقتلوا الأسرى لئلا يسبح أحد منهم فيهرب، ولكن قائد الماء كان يريد أن يخلص بولس منعهم عن تنفيذ مشورتهم، وأمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا إلى البحر ويعومون إلى البر، والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة. وبهذه الواسطة كانت نجاتنا جميعا إلى البر. ولما نجونا علمنا حينئذ بأن تلك الجزيرة تدعى مليطة، فالبرابرة القاتلون في ذلك المحل صنعوا معنا الشفقة العظيمة، لأنهم أوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي كان ومن أجل البرد. وعاد بولس فقد كثيرا من القش فأحضره ورماه على النار، فخرجت من الحرارة أفعى ونهشت يده. فلما رأى البرابرة الوحشة معلقا بيده قال بعضهم لبعض: لا بد أن هذا الرجل قاتل، وذلك لأن قضاه لم يدعه يحيى ولو نجا من البحر. فنفض هو الوحش إلى النار ولم يصبه شيء رديء. وأما هم فكانوا يظنون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ويموت. وإذ انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم ينله شيء مضر راجعوا للوقت وقالوا عنه إنه إله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت ببيعة الله المقدسة. أمين. الأب والابن الروح القدس لإله واحد أمين. اليوم السادس شهر بابونا مبارك أحسن الله استقبال العضاء علينا وعليكم وأنت مغفور خطايا ولسام قبل مرحمة الرب يا بي أختي أمين. مثل هذا اليوم استشهد القديس فأوزورس الراهب، وقد ولد بمدينة الأسكندرية وترهب بأحد الأديرة القريبة منها، فاشتهر بالسيرة الطاهرة والنسك الزائد. ولما مانا قسطنديوس ابن الملك البار قسطنطين الكبير إلى الأريوسيين، أرسل بطريركا أريوسيا إلى الأسكندرية يسمى جوارجيوس مصحوبا بعدد من الجنود. فنفى القديس أثناسيوس بابا الأسكندرية وجلس مكانه. بعد أن قتل كثيرين من المؤمنين فغار هذا القديس غيرة مسيحية وأخذ يجادل الأريوسيين ويكشف ضلالهم، فقبض عليه البطريرك الدخيل وعذبه كثيرا، ثم أمر بربطه في أرجل حصان جموح وإطلاقه في الميدان، فتقطعت أعضاؤه وتهشم رأسه وأسلم روحه في يدي الرب ونال إكليل الشهادة. فجمع المؤمنون أعضاءه المقدسة ووضعوها في تابوت ورتبوا له عيدا في مثل هذا اليوم. صلاة تكون معنا ربنا المجد دائما أبديا آمين. Eee!
So to all those holy disciples and these pure apostles, many prophets and right men in it see what you are now seeing, but they could not, and to hear what now you are listening to, but they could not. But blessed are your eyes, for they can see, and your ears, for they can hear. Grant that we become worthy and act according to your holy gospel, through the prayers of your saints. Pray for the Holy Gospel. Lord have mercy. Remember also, Lord, all those who have asked us to remember them in our supplications and petitions that we offer you, Lord our God. Those who are already falling asleep, repose them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the hope of us all, the healing of us all, salvation of us all, and our resurrection. Maroichas phanet ek ekklesia ente pefleos, ovo marois moerofit kathedra ente nie presbi. Deros, Jeff coin on it, Jot, M. Fritin Han, S.O. F. N. of Ingenious, so Tono, O. F. A. O. No, a fork and jib, choice of one, F. O. M. N. A. Thief, Jen, Thok, Pep, O. Ip, Shine, Kata, it, Taxi, Semel, she. Sending choice away, I'm a mock peniotis, oh, I've been battering your sheets. Papa Avata, what draws be ma es nav, nembef cash, feed a little was peniotis, oh, I've been episcopos of a bankar. Choice of a rene, take met on. اسمع الإنجيل المقدس من فم يبين المكرم البار المثلث طوبى أبين المكرم الأسقف الأنبا مقار أسقف المدينة المحبة للمسيح العاشر من رمضان والشرقية وتخومها إلى السماء يثبته على كرسيه سنينا كثيرة وأزمنة سلامية ويخدى جميع يديه تحت قدميه سريعا ويعطيه زمانا ناديا لذيذا ويعطينا نعمة ورحمة
بصلواتهم وطلبا شارت معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته Noti opens to Tirbun or Tirin, Isos via Christos, Epsirium of Noti Eto on Pion of Shai Nefa Benuti Be. Once I sing King, may his only blessing be with us, amen. You shall tread upon the lion and the cobra, the long lion and the serpent you shall trample underfoot, for he shall give his angel charge over you to keep you in all your ways. And praise him in the seat of the elders, for he has made the family like a flock of sheep. The bride shall see and rejoice. After the order of Melchizedek, the Lord is at your right hand, our saintly Father, the Patriarch Pope of Atavros the Second, and our Father, the Bishop of Makaar. May the Lord keep your life. Amen. Blessed is he who comes in the name of the Lord, our Lord, God and Savior, Jesus Christ, the Son of the living God, to whom is glory forever and ever. And said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and revealed them to babies. Even so, Father, for so it seems good in your sight,
All things have been delivered to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal him. Then he turned to his disciple and said privately, Blessed are the eyes which see the things you see, for I tell you that many prophets and kings have desired to see what you see, and have not seen it, and to hear what you hear, and have not heard it. Glory be to God forever. واحد أمين. حقيقة الإنجيل النهاردة بيتكلم عن مجموعتين من البشر، حط الحكماء والفهماء في ناحية، وحط الأطفال الصغار في ناحية تانية. يا ترى كل واحد فينا يتحط في أي مجموعة؟ الحكماء والفهماء يعتقدون أنهم يعرفون، وبالتالي ليست عندهم نية ولا استطاعة أنهم يتعلموا. الأطفال كل يوم بيتعلموا حاجة، كل يوم بيتعلموا حاجة. عشان كده قال أنا أقدر أعلن نفسي للأطفال الصغار. طب والكبار الحكماء في أعين أنفسهم مش هيقبلوا. الله يريد أن يعلن ذاته للجميع، ولكن أحياناً معرفتنا وطبيعتنا وحكمتنا البشرية تعوقنا أن نصل لمين؟ أن نصل لله. عايز توصل لربنا بسهولة، خليك زي الأطفال الصغيرين، أتعلم كل يوم، أتعلم كل يوم. ربنا محتاج قلب زي العجينة، عارفين طينة الصلصال؟ العجينة الصغيرة تتشكل زي ما انت عايز. انا يا رب في ايدك شكلني زي ما انت عايز. يقول لك خزف انا بين يديك، انا حتة عجينة، اعملني اناء زي ما انت عايز. الانسان الذي يضع نفسه في يد الله، الله يعمل ايه؟ يشكله، يديله الشكل اللي هو عايزه. يقول لك كده إناء للمجد، إناء للكرامة. ربنا عايز يعمل مننا إناء للمجد وإناء للكرامة، عايز يدخلنا الملكوت. بس عشان نخش الملكوت لازم نبقى إناء للمجد والكرامة. طب أنا أحيانا بإرادتي أرفض عمل ربنا، أرفض عمل ربنا، أتزمر على عمل ربنا. ربنا حب يدخل بني إسرائيل زمان، يدخلهم أرض الموعد، خرجهم من عند فرعون بعشر ضربات عظيمة، شق البحر قدامهم، دخلهم في برية لم تطئها أرض بشرية، لم تطئها قدم بشرية. دخلوا أرض الموعد؟ للأسف لا، لأنهم إيه؟ تزمروا. أولادهم هم اللي إيه؟ هم اللي دخلوا، عملوا حكماء وفهماء بذاتهم، قالوا الأرض إيه حلوة بس الناس اللي هناك مش هنقدر عليهم. إزاي؟ ده ربنا قدر على فرعون قدام عينيكوا، ده أنتوا شفتوا فرعون بعينيكوا بيغرق. إزاي تقولوا إن إحنا مش هنقدر على إيه؟ على سكان هذه الأرض. الله يريد أن يعطيهم الأرض، يدخلهم إلى أرض الموعد، لكن هم اللي عملوا إيه؟ عملوا حكماء وفهماء فما دخلوش، ما دخلوش، طرحوا في القفر. اللي دخل هم مين؟ أولادهم. يا ترى أنا ليا وعد عند ربنا،
ليا وعد ان انا هخش ارض الموعد بس السمائيه. يا ترى الوعد ده شغال معايا ولا انا اكتفيت بالارض اللي انا عايش فيها؟ اكتفيت بخيرات ارضيه قدام عينيا. الانسان اللي زي الطفل هو اللي هيخش السماء. الانسان اللي بيقبل التعليم هو اللي هيخش السماء. الانسان اللي بيقبل التغيير كل يوم هو اللي هيخش السماء. الطفل واللي عايش بروح الطفل اللي عايش كل يوم يقول له يا رب انا في ايدك، انا اللي في ايدك، انت اللي توجهني، انت اللي تقودني في موكب ايه؟ موكب نصرتك. الانسان اللي بيدور على ارض الموعد السماويه محتاج قلب ايه؟ قلب طفل، يتعلم ويتجدد وينسى القديم ويبتدي جديد كل يوم. كل يوم في الإشبية نقول فلنبدأ إيه؟ فلنبدأ بدءاً حسناً كل مرة وانتم طيبين. ولإلهنا المجد دائماً أبدياً أمين. أمنية في Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, εν ομεθμι αμήν. Truly we believe in one God, God the Father, the Pantocrator, creator of heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man, and he was crucified for us in Pontius Pilate, suffered and was buried, and the third day rose from the dead, according to the Scriptures, ascended to the heavens, he sits at the right hand of his Father, and he is coming again in his glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. Yes, who believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, and in one holy Catholic and Apostolic Church, we confess our salvation and sins. We long for the resurrection of the dead, and the life of the coming age. سامحونا لا حل المشكلة. Incorruption,
endeth, which entered into the world by the envy of the devil, thou hast destroyed by the life-giving manifestation of thine only begotten Son, our Lord, God and Savior, Jesus Christ. Thou hast filled the earth with the heavenly peace, by which the hosts of angels glorify thee, saying, Glory to God in the highest, peace on earth, and goodwill toward men. Pray for perfect peace, love, and holy apostolic greeting. وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن يقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائدة السمائية بالمسيح يسوع ربي إنا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا على هذا الرأس قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصت بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا ربنا املانا بمغفرة خطايا قمت وخلصت أنا رحمة سلام ذبيحة Oh, so
καρδίας έχουμε Σωμέν το Κύριο Αξέιον και δι και αιών Αξέιον και δι Αξιον και δίκαιον, αλήθως γάρχεν όμεθμι, αξιον και δίκαιον. Αιώ αλκάνι σαϊδ ραμπιλάλ, χακαλκάν καμπλα δούρ, والمالك إلى الآباد, الثاكن في الأعالي, والناظر إلى المتواضعات, الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كفوا Before whom stand the angels, archangels, the principalities, the dominions, and the thrones, and the powers. وإلى الشرق انظروا You are here around whom stands the cherubim full of eyes and the seraphim with six wings praising you continuously without ceasing saying No Cherubim worship thee, and the seraphim glorify thee, proclaiming and saying, Holy, 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 Lord of hosts, heaven. قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لن تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدوس ومن العذراء القديسة مريم
Amen. And taught us the ways of salvation. He granted us the birth from light through water and spirit. He made us unto himself an assembled people and sanctified us by your Holy Spirit. He loved his own who were in the world, and as a ransom in our behalf gave himself up unto death, which reigned over us, whereby we were bound and sold on account of our sins. He descended into Hades through the cross. وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله. رحمتك يا فيما وراسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزاً على يدي الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباويتين المحييتين. أؤمن أن هذا هو بالحق and the holy apostle saying, take it of it all of you, for this is my body, which is broken for you and for many, to be given for the remission of sins. This is due in remembrance of me. This is true. And water, and when he had given thanks, I mean, he
لسديد آمين إي سنتيفايد آمين Again we believe, we confess and we glorify. He tested and gave it also to his own sandy disciple and holy apostle, saying, Take drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, to be given for the remission of sins. This is due in remembrance of me. This is also true. Proclaim my death, confess my resurrection, and remember me till I come. I mean my death, O Lord, we proclaim my holy resurrection. And his second coming from heaven, awesome and full of glory, we offer unto you your gift from what is yours for everything concerning everything and in everything. Worship God in fear and trembling. We pray thee. Seek him very end.
كائن يصنع شيء بولين مين كريلي سون كريلي سون كريلي سون جعلنا مستحقين أكون استندنا تنال من قدساتك طارة لأنفسنا أكساد أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيسك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. من أجل السلام الواحد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيك احفظ بسلام وجميع الاساقفه الارثوذكسيين الذين فيها. ونذكر بابنا الطبا المكرم رئيس الاساقفه بتركنا البابا المعظم الانبط بطرس الثاني وشريكه في الخدمه الرسوليه ابينا الاسقف المكرم الانبا مقار. رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبط بطرس الثاني بابا بطريرك رئيس ساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا مقار وأنسار ساقفتنا الأرثوذكسية. يا رامبو rightly divide the word of truth with them, grant them into thine holy church to shepherd thy flock in peace. Remember, O Lord, the Orthodox Hegumens, priests, and deacons. Pray for the Hegumens, priests, deacons, subdeacons, and the seven orders of the Church of God. Lord, have mercy. And all the servants and all who are in virginity and the purity of all thy faithful people, remember, O Lord, to have mercy upon us all. Remember, O Lord, to have mercy upon us all. Have mercy upon us, O God the Father, the Pantokara. Remember, O Lord, the salvation of this holy place which is thine in every place and every monastery of our Orthodox fathers. Pray for the salvation of the world and of this city of ours and of all cities, countries, islands, and monasteries. Lord, have who dwell there in God's faith. Graciously accord, O Lord, to bless the air of heaven, the fruits of the earth, the waters of the river, the seas, the herbs, the plants of the field this year. Pray for the air of heaven, the fruits of the earth, the rising of the waters of the rivers, the seeds, the herbs, and the plants of the field, that Christ our God may bless them, have compassion on his creation, which his hands have made, and forgive us our sins. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. To their measure according to thy grace, give joy to the face of the earth, may its forests be abundantly watered, and fruits be plentiful,
prepare for sowing and harvesting, manage our lives as the infant. Bless the crown of this year with thy goodness for the sake of the poor of thy people, the widow, the orphan, the stranger, the sojourner, for the sake of us all who entreat thee and seek thine holy name. For the eyes of everyone wait upon thee, for thou givest them their food in due season. Deal with us according to thy goodness, O thou who givest food to all flesh. Fill our hearts with joy and gladness, that we, to having sufficiency in everything, always may abound in every good deed. Lord, have mercy. Tav'enu evoletutu moin otirom beveki be'evul من أجل القرابين المقدسة الكريمة وضحايانا والذين قدموها. As this, O Lord, is the command of your only begotten Son, that we share in the commemoration of your sins. Graciously accord, O Lord, to remember all the sins. I please you since the beginning. Our Holy Father, the Patriarch, the Prophets, the Apostles, the Preachers, the Evangelists, the Martyrs, the Confessors, and all the Spirit of the righteous, perfected in the faith. Most of all, the pure, full of glory, Virgin, Holy Theotokos, Saint Mary, who truly gave birth to God the Logos, one Qaddis, Yohanna, Sabaq, Sabaq, Shahid, one Qaddis, Stephanos, Rais, Shamamisa, one Wilash, Shuhada, ونازل الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبطل القديس ساوي صليمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس الشهيد الطاهر رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذبي الفم والقديس ثيودوسيوس والقديس ثوفيليس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس إغريغوريوس الصانع العجائب والقديس إغريغوريوس الأرماني والثلاث مئة والثمانية عشر المجتمعين بنقيا والمئة والخمسين بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس وأبان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مكرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبينا أنبا يونس القمص وأبينا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموهي وحصقيال تلميذه وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهات والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل القس وأبانا أنبا دانيال القمص وأبانا أنبا إيزورس القس وأبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه والبابا كيرلس السادس
واذكر كمال حبيب وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين في صلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. القارئون فليقولوا أسماء بين البطارق القديسين الذين رقدوا ربنا يحفظهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونام لنا بسلامك إلى التمام. Your great and holy name may be glorified, blessed and exalted in everything, honored and blessed with Jesus Christ, your beloved Son, and the Holy Spirit. Irene Pasi. Thanks to God, the Pantocrator, the Father of our Lord, God and Savior, Jesus Christ. For he also had made us worthy now to stand in his holy place, to lift up our hands and to serve his holy name. Let us also ask him to make us worthy of the communion and partaking of his divine and immortal mystery. Amen. Soma eth o
stimbing somaitho Jabi pantokrator epshoise penuti. Amin, amin, brose vexasti. Kiri رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا أمة مقدسة وشعبا مبررا إليسون كيري إليسون يا رب أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين حل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم ملأهم من كل معرفة كل فهم كل حكمة روحية كوعدك الصادق تكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم إليسون كيري إليسون يا رب رحام. As for Peter and Paul, the apostles, the shadow of one was healing the sick, whereas the handkerchief and aprons of the other were causing disease to leave and evil spirit to come out. And after they preached the gospel of kingdom and to the nations, they shed their blood for your name's sake and received the crown of apostleship and martyrdom. Eleison Kyrie, Eleison Lord, have mercy. أنا على تلاميذ القديسين ورسل المكرمين بحلول الروح القدس عليهم وأعطاهم السلطان أصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب وأبشروا باسم القدوس وردونا إلى ما الحقيقي بالثالوث القدوس نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعمة العظيمة نسألك يا سيدنا أن ترحم علينا أيضا بغفران خطايانا طهر قلوبنا وأنفسنا أجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوه والمجد إلى الأبد آمين. خن بخريستوس إيسوس بي Kyrio Eklenate Enopion so Amen.
metavovo. أيضا واغفر لخطايا الكثير من أجل خطايا أيضا نجسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روح القدس حالنا وحال سائر شعبك أذكر بسلام كنيسة الواحد وحيد قدس بابا أنبا تودو أبي الأسكر نبا يسوس أريم ببشوي سنن جنس أوتي اسمو إيرو In kreleis, o in kreleis, o in kreleis, o agieti. Χριστός Υιού Θεού Αγιασμός εμπνεύμα. Panagio seyo os en to panagio nebne vama Ali Thinun
Ιησού Χριστού το Υιού του Θεού ημού. Αμήν. النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم. He made it one with his divinity without mingling, without confusion and without alteration. He confessed the good confession before Pontius Pilate. He gave it up for us upon the holy wood of the cross of his own will for us all. Truly I believe that his divinity parted not from his humanity for a single moment, nor a twinkling of an eye, given for us for salvation, remission of sins, and eternal life to those who partake of it. I believe, that is true. Amen. Amen, amen, amen. I believe that this is so in truth. Amen. Pray for us and for all Christians who said to us concerning them, remember us in the house of the Lord, the peace and love of our Lord Jesus Christ be with you. Let us sing Alleluia. Pray for the worthy partaking of the immaculate and heavenly and holy mystery. Lord, have mercy.
mercy. Oh.
عنك امك ام نمها عن خورو Barakli
كون بابن ما انت تي مسمي امين الليل يا فراس praise the Lord for he with glory was glorified he ascended into heaven and sent us the Paraclete the Spirit of Truth the Comforter Amen Alleluia فلنسبح الرب لأنه بالمجد تمجد صعد إلى أعلى سماوات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزي آمين الليلويا. بعد إذن سيدنا وبحل منه بس نقول شوية تنبيهات بسرعة. أول حاجة إحنا بنرحب بنيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر وسيدنا جانا هنا في تفتح هذه الكاتدرائية العظيمة مع قداسة البابا وكان مصاحب لقداسة البابا في الرحلة اللي قضاها سيدنا لمدة شهر عبر كل كندا من الشرق إلى الغرب. احنا بنرحب بنيافة الأنبا مقار في وسطينا ودي الكاتدرائية اللي هو جه واشترك في تدشينها ونحب ان هو يجي ويشرفنا دمان ليه. ونيافة الأنبا مقار ليه مكانة ضخمة جدا في نفوسنا كلنا لي أنا شخصيا وفي نفوس الشمامسة لأني سيدنا مشهور بألحانه الجميلة والشمامسة بيحب يجي ويصلوا معها زي ما لاحظتوا النهاردة. إحنا عندنا كل أسبوع اجتماع الصلاة. This is every Thursday. There is a prayer meeting at 7:30 in the church downstairs in the chapel, the church of Abbas Khairun Qalini. By the way, tomorrow is the feast of Saint Abbas Khairun and we are going to do a doxology right after the main liturgy here. And tonight, the Vespers will be prayed in the church of Saint Abbas Khairun downstairs in the chapel. العشية بتاع قديس أباس خيرون هيكون في الكنيسة تحت الصغيرة كل سنة طيبين بمناسبة عيد استشهاد القديس أباس خيرون القليني. احنا في عندنا المنطقة كلها هتتبارك بزيارة أبونا بطرس سامي من فترة 18-23 يونيو. أبونا بطرس جاي من في المعادي في مصر وأبونا بطرس ليه خبرة طويلة جدا في موضوع الهوموسيكشواليتي أو الجنسية المثلية وهو هيدينا محاضرات عنها وإزاي نتعامل مع الناس دول وإزاي إن احنا نحاول يعني نضمهم للكنيسة ونعالجهم. الجدول المنشور بتاعه واللي يحب يفحصه يعني لأنه هيتكلم في كذا كنيسة ويتكلم في اجتماع الخدام عندنا هنا بإذن الله. We have also a very important facility on the internet. It's called Coptic World. And this is actually supported by His Holiness Pope Tawadros II when he gave clear instructions that every Coptic parishioner in our churches should be a member there. So this way, they will know everything about the church. It's a very nice facility that tells you the news of the church and what's going on, and there are some nice items there. وكل الأباء اللي كانوا مشتركين فيها حاجة جميلة جدا إن إحنا نشترك في الكوبتيك وورلد دي. فإحنا بنشجع كل الناس اللي هم يسجلوا فيها يعني to be registered there. We have اجتماع الأسرة. ده كل اجتماع جمعة. الاجتماع بالعربي من الساعة 7:30 وفي ترجمة كمان بالإنجليزي من الساعة 7:30-9:30 مساء بكنيسة ماري مورغس في سكاربرو. يبارك الاجتماع اليوم الجمعة الجاي قدس أبونا مارك تادروس يوم 19 يونيو وهيكلمنا عن موضوع رحاب ضمن سلسلة تأملات في شخصيات الكتاب المقدس.
في عندنا مكتبة الكتب جايب لنا كتب جميلة جدا. أنا كان بمناسبة عيد الأنبا أبراهام في سيرة الأنبا أبراهام وصفيم والجيزة، وفي عندنا عدة كتب أخرى موجودة بالمكتبة. اجتماع الأنبا كرولوس لكبار السن، هم يدوبك لسه راجعين من جامايكا، كانوا طلعوا أسبوع بحاله واحتفلوا بعيد العنصرة هناك بصلاة السجدة، وهيطلعوا رحلة تانية بإذن المسيح لمنطقة إنسفيل على بحيرة سيمكو، ودي هتكون يوم السبت 18 يوليو. واللي عاوز يشترك في الرحلة يتصل بأخ المهندس يوسف حنا. بصراحة هما ناس نشطة جدا، ربنا يعلم كل يعني اجتماعات الكنيسة التانية يبقوا نشطة زي اجتماع كبار السن. الاجتماع الشهري بتاعهم بيبقى في آخر يوم سبت في الشهر، وهيكون ده يوم 27 يونيو الجاي بإذن المسيح. The last announcement here we have is about the Florida Family Retreat. Is going to take place from the 25th of August to the 2nd of September. So far we have filled half the places and we have a deadline by June the 22nd. If we cannot fill the places, we may actually cancel the trip. We reserved a lot of seats because of the popularity that we had seen last year, and people said we would like to come next year, and people actually were frustrated or disappointed last year when we didn't have enough rooms for them. So we reserved enough seats this time, but the deadline is the 22nd. If we don't have enough seats, we may have to cancel the trip, but we don't like to do that. This is one of the most popular events in the church. كل سنة وانتم طيبين، مرة تانية باسمكم بنرحب بنيافة الأنبا مقار، ربنا يخلي لينا ويديم رئاسته علينا. مجدنا وإكراما إكراما ومجد يا ملاك هذا تذكرنا أمام الرب ليغفر خطانا بأنجيلس. علي وعلى أرض سلام وبالناس المسرة أمين. الليلو يا زوك سابتري كيو كي أغيو بنغماتي كي نكاي كيستوسي ونستوني ونونامي نوشي بولنغو وموجي وبنشوي سيسوس بخريستوس سمونا إيرنتيت وسمونا موهيم في أرو سمونا سيتي نمني سماري بك ناي نمتك ريني وانسوكم بك لأوت صوتي أمونا ووهناي نانها كتشيت خاري سموي سيستيمت ويبن تيمل شي سادك تيمت خلو انتي عقوب بينو جنا انتي ماسو صالة بكات يسود بنتي دافيد في صوفيا انتي سولومون في ابن ماين باراكليتون في ايتا في ايجيني ابوستولوس شوي سفي عريبون خنمبتا ويرات فمبنيوت التايوت نار شرفس أبافتا وادروس نمبنيوت نبسكوبوس آفا ماغار شوديت في فيتا قروي جنو إثرونوس نانميشن رمبين منسيو إنهيري نيكون تفسبيو إنو غاجي تابسيت إنو إتشالف جين كولم طبي بخريستوس إريغون تفكال إنو فيناني فولخنو إريني كتاب إفنيشتناي كيريا ليسون كيريا ليسون Kiriet logison amin esmo erois mo erois timetan yakoni evol goim pies بركة عيد القديسة الطاهرة مريم أولا وآخرا، بركة مريم مرقس صاحب هذه الكاتدرائية، بركاتهم المقدسة نعمتهم هبتهم تكون معنا للأبد أمين بأخريستوس بن نوتي أمين أساشوبي إبقورن تتيهرين موينان تكنين سمنينان تكن نوفينا نفول جسوك تتقوم ننبقون بزمون بأماه شايني أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب نعمة الابن الحي شركة موهبة وتكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم كل مرة طيبين أيضاً.